بوستا. بوستا. لم يكن اختفاء تلك الصيحة الشهيرة التي ألفتها الآذان المصرية مجرد مؤشر على تغير تقني، كان البريد أحد أكبر ضحاياه بقدر ما كانت دليلا على تغيرات كبرى شهدتها الأجيال المعاصرة، سواء في نمط الحياة أو في التعاطي معها. فالبريد الذي عرفته مصر والعالم منذ القدم واستفاد من جميع التقنيات التي شهدها التاريخ الإنساني، يكاد بفعل التطورات التقنية في العقود الأخيرة يصبح أثراً بعد عين. فرسالة قصيرة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني تؤدي بلا تكلفة تقريباً ما كانت تؤديه فرق كاملة من رجال البريد تقوم بدور الرسول الأمين بين المرسل والمرسل إليه. مبان شاهقة في شتى الأنحاء وجيوش من العاملين تتحرك ذهابا وإيابا بين منازلها وأماكن عملها في مباني البريد، لكن الحال لم تعد نفسها، والإقبال على الخدمات البريدية لم يعد ذلك الإقبال الذي كان في العصور الماضية. والقصص الأسطورية التي كان الأجداد يحكونها عن أمانة رجال البريد أو حتى خيانتهم لم يعد هناك مجال لذكرها. وعلى الرغم من وسائل الأمان العديدة التي تكفلها مؤسسات البريد للعملاء ومحاولاتها المستميتة لمواكبة التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى حرب الوجود التي تخوضها عبر اقتحام أنشطة اقتصادية واجتماعية كحسابات التوفير واستمارات المواليد والبطاقات الشخصية، على الرغم من كل ذلك يمضي البريد بشكله التقليدي بخطى ثابتة إلى مثواه الأخير في متحف التاريخ.